بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة، مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، انطلقت منافسات اليوم الثاني من الأدوار التمهيدية للنسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالعاصمة التشيكية براغ. وقد تابع سمو الشيخ خالد بن حمد جانبا من المنافسات التي اشتملت على النزال الذي جمع مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة حمزة زريرة والمقاتل الأوكراني رومان كولوتوفن بمنافسات وزن 61 كيلوغرام. وقد هنأ سموه المقاتل زريرة بالفوز الذي حققه في المواجهة وبتأهله لدور الثمانية، مشيدا سموه بالمستوى القوي الذي قدمه المقاتل زريرة، متمنيا سموه للمقاتل كل التوفيق والنجاح خلال مشواره في هذه البطولة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن مشاركة البحرين في هذه البطولة تأتي ضمن خطة العمل التي تم رسمها لمواصلة الجهود في الارتقاء بهذه الرياضة من خلال تطوير مستويات المقاتلين عبر إكسابهم المزيد من الخبرة والاحتكاك في البطولات الدولية، إلى جانب تعزيز التواجد البحريني بمختلف المشاركات العالمية والسعي نحو المنافسة على تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات للرياضة البحرينية. مضيفا سموه أن هذه المشاركة تمنحنا الاطلاع على الخبرات الموجودة على صعيد الفرق المشاركة التي يمكن الاستفادة منها في سبيل تطوير رياضة فنون القتال المختلطة بالبحرين. كما أشار سموه إلى أن التواجد البحريني في هذه البطولة يأتي للمساهمة في إنجاح برامج وفعاليات الاتحاد الدولي للعبة، موضحا سموه أن هناك شراكة واضحة بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي للمضي نحو دعم وتطوير العلاقات التي تساهم في مواصلة الجهود نحو الارتقاء بهذه الرياضة. In the red corner, representing the king of Bahrain, Hamza Zira. لوحة جديدة رسمتها البحرين بطريقة فريدة في أكبر تجمع أوروبي يمتاز بأسلوب قتالي. فقد حققت مملكة البحرين الفوز الأول في مشاركتها الثانية على التوالي في بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة، والمتمثل بمقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة حمزة زريرة والمشارك بوزن 61 كيلوغرام، وذلك ضمن مشاركته الأولى مع الفريق. مبارك لسمو الشيخ خالد حقيقة على هذا الإنجاز الطيب، ونتمنى إن شاء الله في الأيام الجاية بكرة وبعد بكرة إن شاء الله هو يتأهل للذهبية. حمزة زريرة من اللاعبين الجيدين واللي تم إعداد جيد حقيقة، وكان خلال هاي الفترة يعني تدريباته مستمرة بصورة مستمرة، واليوم كان قتاله روعة وبل أكثر من روعة مع اللاعب الأوكراني. الحمد لله الله وفقني، الخصم مالي كان يبي يلعب عنده يلعب سترايكينج زين وبعد طول عليه شوية، بس الحمد لله ركزت على لعبش مع سترايكينج، ركزت على الجوسو لعبش مع التحت على السامبو. تواجد سمو الشيخ خالد أعطانا دافع، فموجود موجود معي الحمد لله، مساندي في الكورنر وبعدي في الكيتش وتوجيهات وهذه الحمد لله كان أعطتني دافع بعد. أداء قوي قدمه المقاتل حمزة خلال نزاله الذي جمعه بالمقاتل الأوكراني رومان كولتيفن، فقد استطاع أن يفرض أسلوب قتاله
وأن يسيطر على مجريات الجولات الثلاث التي أجبرت الحكام باختياره فائزا في المواجهة، يتأهل بذلك إلى الدور ربع النهائي ويضع نفسه أمام مهمة جديدة للعبور من عقبة هذا الدور. فالأهداف كثيرة والأمنيات كبيرة. والله حمزة دود جدا جيد، مشى على الخطة بحذافيرها، ومثل ما يقول خاص ما طاح في الفخ مالنا، دخلناه في خطتنا وما قدر يطلع منها. احنا لجأنا وانت الصوت حق المصارعة، اللاعب ذوك اكتشفنا انه ما عنده اي شيء عن المصارعة والتيك داون، ومجرد سترايكر يلعب مثلا كيك بوكسين هالاشي. صفحة نجاح جديدة كتبها مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة حمزة زريرة بفوزه وتأهله إلى الدور الربع النهائي من بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة. حازم الشيخ لتلفزيون البحرين، مدينة براغ التشيكية.